اليوم انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى إفريقيا. الصحة تعلن فحص أكثر من 31 مليون مواطن بالحملة الرئاسية 100 مليون صحة. وزير خارجية البحرين يؤكد أن قطر لم تعدل من سياستها الداعمة للإرهاب. الثالثة عصرا 1:00 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. تنطلق اليوم فعالية الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى إفريقيا كأول الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، ويتواكب الملتقى مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة. هذا ومن المقرر أن يشارك في الملتقى أكثر من 1000 من فعاليات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربية والأجنبية. يناقش ملتقى مصر للاستثمار موضوعات عدة من بينها التعاون في النهضة العمرانية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والشمول المالي. المزيد في العرض التالي. أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الشائعات والتي تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع. وأضاف المرصد أن الشائعات تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس والتي تضم أطرافا متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد. قال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري محمد أبو زيد الأمير إن المواطنة التي دعت لها شريعة الإسلام تتجلى في الحرية الفكرية ووحدة الأرض. وفي كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة والذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبة الفرنسيسكان بمصر، أضاف أن مصر حرصت على الاهتمام بتعزيز قيم المواطنة دون النظر إلى الدين أو العرق، مؤكدا أن المواطنة هي المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في ألوانهم أو جنسهم. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر السكك الحديدية 15 يوما. وقرر المتهمون بالإهمال أمام قاضي المعارضات خلال جلسة المحاكمة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر في وقت سابق بحبس المتهمين 6 وهما سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة وسائق الجرار الثاني وعامل المناورة والعامل المختص بتحويل الخطوط. كشف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك خلال ندوة عقدها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بواسطة محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وحضرتها سلمى أشرف ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبد الغفار والمتهم في قضية ميليشيات الأزهر. تحت غطاء العمل الحقوقي تستمر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة عمليات تشويه للحقائق وتزوير للوقائع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر. وفي سبيل ذلك وظفت الجماعة بعض المنظمات والأفراد وخلقت كيانات وهمية وأسندتها إلى أعضائها من مختلف الجنسيات. ومؤخرا حاولت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن تهيئ للكيانات الإخوانية الوهمية ترويج أكاذيبهم داخل إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ليتم ترويج تلك الواقعة لاحقا كنصر إخواني. محاولة المنظمة المستأجرة من جانب الإرهابية ومن ورائها فشلت تماما بسبب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري الذي كان من الحاضرين في تلك الجلسة، وأقام من منطلق وطني بتفنيد ما طرحته أذناب الإخوان حول الاختفاء القسري والقتل خارج القانون وغيرها. مش هتكلم عن الأرقام اللي ذكرت فيها المداخلات، أنا من نظري إن الأرقام صدرت عن بعض المنظمات الأساس من حقوق الإنسان، لأنه تحديدا الاختفاء القسري في أرقام اتذكرت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، ولكن حتى لجنة الاختفاء القسري بالمفوضية السامية لم تعترف بهذه الأرقام ولم تؤكد هذه الأرقام. فمن وجهة نظري إنه اللي يقدر يحدد الموضوع ده أو اللي يقدر يقول إذا كانت الأرقام صحيحة ولا لا هي المفوضية ولجنة الاختفاء القسري. كمان الأرقام الخارجة عن الاعتقال خارج نطاق القانون والقتل خارج نطاق القانون. أنا حاليا وجهة نظري أنا شايف إن في استمرار لتأسيس ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو. الأمر المثير للسخرية أنه في الوقت الذي لا تكف فيه عناصر تنظيم الإخوان الحقوقية عن ترويج أكاذيب مضللة عن مصر ومؤسساتها الوطنية، تتعامى تماما أن ترى حجم ونوعية التنكيل الذي يمارسه النظام التركي ضد مواطنيه لمجرد الاشتباه. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 اعتقل الإخواني أردوغان عشرات الآلاف وأقال مثلهم، من بينهم قضاة وضباط جيش ورؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان، فضلا عن إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. أما في قطر فحدث ولا حرج، حيث يساوي انتقاد النظام الحاكم تجريد قبيلة كاملة من الجنسية القطرية وسلب كافة حقوقهم في نفس اللحظة التي تقوم فيها الدوحة بمنح الجنسية للإرهابيين، هذا فضلا عن غياب أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة. فلا برلمان منتخبا ولا إفصاح عن حجم ثروات النظام التي اكتنزوها من ثروات الشعب القطرية لينفقوها على أهوائهم أو ينشروا بها التطرف والعنف حول العالم. قضت الدائرة الأولى بمحكمة جناية كفر الشيخ بمعاقبة أحمد عبد الله زكي الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بالإعدام شنقا، وجاء حكم الإعدام بعد إحالة أوراق الطبيب المذكور إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من مسح 551,036 مواطنا بالمحافظات السبع بمرحلة الثالثة، وذلك بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السارية والمنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من المبادرة رئاسية في 27 محافظة وصل إلى 31,433,000 مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. تتواصل فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثالثة لمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السارية. وكان اليوم الأول من المرحلة الثالثة شهد توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز المخصصة للفحص. التركيز على بناء الإنسان استراتيجية وطنية اتبعتها الدولة من خلال إحداث طفرة فعلية في قطاعات عدة ومن بينها الصحة. وفي إطار ذلك تستمر حملات مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، مرحلة جديدة وأخيرة تستهدف 7 محافظات هي الجيزة والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، لفحص أكثر من 23 مليون مواطن. عندنا 1736 مركز على مستوى المحافظة موزعين على كافة المدن والأحياء والمراكز، بتصل للمواطن في كل مكان. الحملة دي هدفها الاطمئنان على صحة المواطن وبتقدم له العلاج المجاني لفيروس سي أو لكافة الأمراض الأخرى اللي بتكتشف. عندنا 1081 نقطة ثابتة ومتحركة، والنقاط المتحركة تم توزيعها جغرافيا، والنقاط الثابتة بحيث يبقى التوزيع على مستوى المحافظة بالكامل تشمل القرى والمراكز الأخرى. كل الناس رفع درجة الاستعداد القصوى. احنا بدأنا المبادرة النهاردة، وان شاء الله يعني شعب الغربية يتمتع بالمبادرة غير مسبوقة اللي اطلقها السيد الرئيس في تاريخ مصر المعاصر، وهي التخلص من فيروس سي. احنا ان شاء الله بنأمل لان في مجهود كبير جدا، في تحضير جيد من السيد وكيل وزارة الصحة دكتور هشام مسعود والفريق الطبي بتاعه، زي ما حضرتك شايف الدور العبادة كلها موجود فيها، المستشفيات، الوحدات. فإن شاء الله تبقى مبادرة رائعة وجميلة إن شاء الله. هنستمر إن شاء الله لمدة شهرين، نتمنى إن شاء الله نحقق الرقم المطلوب مننا اللي هو 4,250,000 مواطن، بالفرق بالتنظيم إن شاء الله، بجهد اللي بتعمله مديرية الصحة بأطبائها بمرضيها بالعاملين فيها. إن شاء الله هنحقق هذا. الإقبال الشديد على الحملة في محافظات الوجه القبلي كان ملفتا، حيث انتشرت الفرق الطبية بالمساجد ومراكز الشباب والوحدات الصحية. المبادرة بتستهدف أكثر من 3 مليون مواطن في نطاق محافظة المنيا، في حوالي ما يقرب من 1200 فريق عمل بيعملوا في مختلف المراكز والمدن والقرى في داخل نطاق المحافظة. المواطنين الحاجة المستهدفة ان احنا بنقول لهم كل واحد يطمن على صحته، التطعيم مجانا سواء الفيروس سي او السكر او الضغط او الوزن او كل الحاجات دي. مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية الدكتورة ريهام غلاب قالت إن الخدمة المقدمة للمواطنين مجانية بالكامل، وتستهدف الاطمئنان على صحة المواطنين من خلال الكشف على العديد من الأمراض. خدمة مجانية سريعة ذات جودة عالية وخدمة حقيقية موجودة بيستفيد منها كل المواطنين، هو ان حضرتك تكون مواطن مصري ومع حضرتك بطاقة رقم القومي، اي ان حضرتك فوق 18 سنة. الحملة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في اكتوبر الماضي، وحققت حتى الآن معدلات غير مسبوقة وسط إشادات دولية وعربية. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة استخدام وزارة الصحة لتطعيمات تسبب العقم في إطار حملة تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة، وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات الأنيميا والتقزم والسمنة، مشيرا إلى أن الحملة القومية التي بدأت في المدارس هي حملة قومية للكشف المبكر عن الأنيميا التقزم والسمنة بين طلاب المدارس وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، مؤكدة أن العلاج المقدم آمن تماما ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية. قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر إن 150,000 سلموا ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، منوها إلى أن 71,000 مطابقون للشروط. وأكد الدكتور محمد عمر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين أن الوزارة راعت ظروف جميع المتقدمين. أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر انطلاق فعاليات شهر العلوم المصري في دورته السادسة، وأوضح صقر في تصريحات خاصة لإكس نيوز أن شهر العلوم يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلوم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع العلمي. وأضاف أن شهر العلوم يشارك به جميع أجهزة الدولة، وهدفه أيضا تسليط الضوء على البحث العلمي. شهر العلوم هو مجموعة من الأنشطة والفعاليات بتشارك فيها كل مؤسسات الدولة، وليس فقط أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولكن الأكاديمية هي الراعي لهذا الشهر. الشهر هو الهدف منه تسليط الضوء على البحث العلمي، تبسيط العلوم، نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مجموعة من الفعاليات في كل الأقاليم المصرية، منهم مسرح للعلوم، منهم عروض تفاعلية مع الأطفال والطلاب وتلاميذ المدارس في مجال البحث العلمي، منهم التواصل العلمي، منهم عرض أفلام ثلاثية الأبعاد لبعض الأفلام الخيال العلمي إلى آخره. السنة دي بقى اللي بيزيد على السنوات السابقة ان احنا بنعمل السنة دي الصالون العلمي، والصالون العلمي او الصالون الثقافي هو بنستضيف فيه احد العلماء المصريين المتميزين جدا سواء في الداخل او في الخارج، وبيكلمنا عن موضوع معين من الموضوعات العلمية اللي هي موضوعات الساعة زي ما بيقولوا. وزي ما شفنا في الافتتاح النهارده احنا بادئين بالدكتور هشام سلام من جامعه المنصوره، بيتكلم عن اكتشاف جامعه المنصوره اللي هو الديناصور اللي اكتشفته جامعه المنصوره. شيء كويس جدا ان البحث العلمي يسلط الضوء على العلماء والنجوم الحقيقيين للبحث العلمي في مصر. نظمت جامعة أسوان احتفالية جامعة الطفل بأسبوع العلم، وذلك بحضور عدد من الأطفال المخترعين وأولياء أمورهم. وتهدف الجامعة إلى تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال وتقديم الدعم والرعاية للجامعة الطفل لتؤدي رسالتها في اكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال واحتضان أفكارهم ومهاراتهم الفنية. الفكره بتاعتها ان احنا بنستقطب الجيل او البراعم اللي هي في سن من 9 ل 15 سنه، وبندخلهم عندنا الجامعه وبنديهم محاضرات تثقيفيه في العلوم، في الاداب، في التاريخ، في الجغرافيا، في الهندسه، في الطب، بهدف ان احنا بنحاول نستكشف ميول هذا الطالب من هو دلوقتي. الطالب لما بيجي عندنا واحنا بنهتم بيه اولا بيبقى عنده بنخلق انتماء للجامعه، يعني هو بيبقى عارف جامعه اسوان وعارف ان هي دورها ايه. تاني حاجه هو نفسه بيكتشف نفسه، يعني هو كمان صغره السن ده بيعرف يقول اه والله انا نفسي ابقى مهندس، بيخش عندنا الورش، بيشوف الكمبيوتر، بيشوف بيلاقي نفسه وهكذا يعني. من هنا جاءت فكره جامعه الطفل باسوان لانها تحرص على تنميه الفكر والابتكار والابداع لدى أطفالنا اللي هم من سن 9 ل 15 سنة، اللي هم أطفال اليوم لكن هم رجال المستقبل. بنحسهم على التلاحم والإنجاز فيما بين الجامعة ومن خلال معاملها المختلفة. وقعت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بروتوكول تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة، وذلك لتوفير فرص تدريب الطلاب للتعليم الفني الفندقي داخل المنشآت السياحية بالمحافظة. يأتي ذلك في إطار برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يعتبر برنامجا قوميا بشراكة بين الحكومات المصرية والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تطوير المنظومة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل. قتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش الإرهابي في البغوز بمحافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق. من جانبه قال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية إن المعركة ضد التنظيم وخلاه قد تستغرق سنوات، موضحا أن المعركة المقبلة ستركز على مطاردة خلايا التنظيم السرية. على جانب آخر أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها الكامل لبحث الاقتراح الروسي بشأن تشكيل مجموعة عمل لبحث الوضع في سوريا بعد النصر على تنظيم داعش الإرهابي. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن موسكو لم تبحث مع دمشق مسألة المجموعة الدولية الجديدة بشأن الأزمة السورية. وقال الجعفري أن الحكومة السورية لم تحدد بعد موقفها عن فكرة المجموعة الجديدة، واضحا أنه بعد 8 سنوات من الأزمة السورية باتت موسكو قادرة على تقييم كل التجارب السابقة المسمى بمتعددة الأطراف. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن الجيش الروسي تمكن من تجربة تنفيذ العمليات الإنسانية في سوريا لأول مرة، وذلك باستخدام عناصره. وقال إنه تم خلال فترات زمنية قصيرة تخطيط وتنفيذ عمليات لإجلاء السكان المدنيين من المراكز السكنية في حلب والغوطة الشرقية، وذلك بالتزامن مع المهمات القتالية المتعلقة بالقضاء على الجماعات الإرهابية هناك. نفذت قوات التحالف العربي في اليمن عملية إنزال جديدة لإمداد قبائل حجو في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، وذلك بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية. وتعد عملية الإنزال الخامسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثي، حيث تسعى الميليشيات لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها إلى عمران وصعدة. دعا وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إيران إلى التوقف عن دعم ميليشيات الحوثي بالأموال والأسلحة وزعزعة أمن المنطقة. وأوضح اليماني أن اتفاق السويد مضى عليه أكثر من شهرين ونصف الشهر، ولا يزال الحوثيون يماطلون ويراوغون في تنفيذ تلك الاتفاقات ويرفضون مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، إضافة إلى إعاقة عمل الأمم المتحدة. كما دعا اليماني المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الإنسانية في اليمن والمرتبطة بممارسات الميليشيات الحوثية. أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن هناك شبكات إرهابية تعمل بدعم من بعض الدول ويجب العمل على تفكيكها. وطالب الخليفة في تصريحات له على هامش مشاركته باجتماع منظمة التعاون الإسلامي بأبوظبي بضرورة وضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم الإخوان الإرهابي. وأضاف أن قطر لم تعدل من سياستها ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية، مشددا على أن مقاطعة قطر من قبل الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب مستمرة حتى تغير الدوحة من سياساتها. وجهت السلطات الإسبانية اتهاما رسميا ل 27 موظفا حكوميا في أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد. وبحسب تقارير صحفية فقد استغرق التحقيق في القضية 11 عاما، وتتعلق بالحصول على عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال صفقات سلاح ترتبط بشركة ديفكس المملوكة للدولة. قال رئيس الوزراء الأيرلندي إنه لا يعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأعرب عن أمله في أن يتم التصديق على اتفاق الانسحاب من جانب المملكة المتحدة حتى يمكن تفادي تداعيات الخروج دون اتفاق. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 من مارس الحالي، فيما لا يزال المسؤولون الأوروبيون يؤكدون معارضتهم للتفاوض من جديد، وذلك بشأن الاتفاق الذي أبرم سابقا والذي تم رفضه نصه من قبل غالبية النواب في مجلس العموم البريطاني. تظاهر محتجو السترات الصفراء للأسبوع ال16 على التوالي، ويعتزم المحتجون التظاهر في جميع أنحاء فرنسا في بداية شهر مارس بالتزامن مع انتهاء الحوار الوطني الكبير. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا إلى العودة إلى الهدوء، مؤكدا أن أعمال العنف التي تشهدها تظاهرات السبت غير مقبولة. غادر زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العاصمة الفيتنامية هانوي بعد فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعذر الوصول لاتفاق بين الجانبين. ورغم فشل المفاوضات بين الزعيمين إلا أن البيت الأبيض وصف محادثاتهما بالبناءة، مؤكدا أنهما يتطلعان لعقد اجتماعات إضافية في المستقبل. أكدت الصين أن قضية شبه الجزيرة الكورية معقدة ولا يمكن حلها دفعة واحدة، معربة عن أملها أن تتمسك الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بمحادثات السلام لتحقيق نتائج جديدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. من جانبه أطلع بومبيو المسؤول الصيني على قمة هانوي بين ترامب وكيم، مشددا على أن واشنطن ستواصل العمل مع بيونغ لحل قضية شبه الجزيرة الكورية، وذلك عن طريق الحوار والمشاورات. رحبت الصين بإعلان الولايات المتحدة عدم تغيير نسبة الرسوم الجمركية الإضافية، ويأتي الترحيب الصيني تعليقا على إعلان مكتب ممثلي التجارة الأمريكي الحفاظ على الرسوم الجمركية الإضافية والتي فرضت على البضائع الصينية المستوردة في سبتمبر 2018، وذلك عند نسبة 10% إلى حين إشعار آخر. أعلنت مصادر أفغانية ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على إقليم هلمند الجنوبي إلى 30 فردا من القوات الأمنية و20 من مسلحي حركة طالبان. وأوضحت المصادر أن الهجوم الذي شارك فيه عشرات من مسلحي حركة طالبان استهدف قاعدة شوراب العسكرية الأمريكية الأفغانية في جنوب غرب البلاد، مضيفة أن عملية بحث تجري حاليا في المنطقة، خاصة أنه تم تطهير معظم المنطقة من المسلحين. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 2 من جنوده في تبادل إطلاق النار مع الجيش الهندي على الخط الحدودي الفاصل بين البلدين. من جانبه نفى السفير الهندي لدى روسيا عزم بلاده شن غارة جوية جديدة قرب الحدود مع باكستان، مشيرا إلى أن الوضع في منطقة كشمير مستقر. وشدد الدبلوماسي الهندي على رفض بلاده دخول وسطاء لحل الأزمة مع باكستان، مطالبا إسلام آباد باتخاذ خطوات محددة وذلك لمكافحة المجموعات الإرهابية المتمركزة داخل أراضيها على حد وصفه. رحب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعودة الطيار الهندي والذي كان محتجزا في باكستان إلى بلاده، مطالبا كلا الطرفين بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وإجراء حوار بناء آخر، إشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان. شددت الأمم المتحدة على ضرورة منح لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من منطقة النزاع في ميانمار ملاذات آمنة. يأتي ذلك بعدما أعلنت بنغلاديش أنها لا تستطيع استقبال مزيدا من لاجئي ميانمار، وذلك بعد نحو 18 شهرا من بدء أكثر من 700 ألف شخص أغلبهم من مسلمي الروهينجا، وذلك بعد عبور الحدود فرارا من حملة عسكرية تستهدفهم. بدنا كده والله نقول دي. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة سبيس اكس دراجون على متن الصاروخ فالكن 9 من مجمع الإطلاق متوجها إلى محطة الفضاء الدولية. كانت ناسا أعطت موافقتها النهائية لشركة سبيس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك لقيام مركبة مصممة حديثا بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية في 2 مارس. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Vehicle is pitching downrange. Complete. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن إجمالي استثمارات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان تبلغ نحو 2 مليار دولار، كما سيوفر المشروع حوالي 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. قررت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة من مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار فتح باب التسجيل الإلكتروني لخبراء الاقتصاد والاستثمار وكبار رجال الأعمال المصريين في الخارج، وذلك من أجل المشاركة في المؤتمر. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة لاستعراض ترتيبات المؤتمر، وكانت وزيرة الاستثمار سحر نصر ووزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم اتفقتا على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار في نسختها الخامسة خلال هذا العام، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في ختام مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير، ونوهت وزيرة الاستثمار إلى الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية الجديدة، وتم تسليم شهادات التخرج ل 430 شابا وشابة خريجي الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامي 2017 و2018. كنت حريصة جدا ان انا اشكر دكتور هاني سنبل والمؤسسة التمويل الدولية اللي هي بتدعم التجارة، لانه قاموا بدور مهم جدا لدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة. وبحب يعني اشكر البنك الاسلامي للتنمية وبالاخص هذه المؤسسة اللي بيرأسها دكتور هاني على يعني الدعم الكبير. هو ادى نبذة بسيطة وبالفعل هي محفظة بإجمالي 10 مليار دولار، ولكن الأهم ايه القطاعات اللي هو هذه المؤسسة دعمت بيها اقتصاد مصر. دي نقطة مهمة نتوقف عندها، بالإضافة إلى تنمية وتدريب المهارات، وده عنصر مهم دكتورة نبيل جامع أشارت إليه. بالفعل النمو مش هيحصل بتمويل فقط للمشاريع، ولكن بالكوادر وكمان بالدعم الفني لهذه الكوادر عشان يبقى أفضل إنتاجية وأفضل خبرة وأفضل تكنولوجيا. قالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع أن الجهاز معني بنقل خبرات التصدير إلى الشباب. أوجه الكلمة، أنا عايزة وأنا بتكلم النهاردة بوجه كلمة لكل الشباب، وخاصة لمن حصلوا على واجتازوا التدريب وحصلوا على هذه الشهادة. إحنا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معنيين بتنمية هذا القطاع. تنمية هذا القطاع أنا بشتغل على أكتر من شق، بشتغل على الشق تقديم الخدمات المالية، ومعاها لازم تقترن بتقديم الخدمات الغير مالية. التنمية الحقيقية لهذا القطاع مش هتحصل إلا باندماج المحورين دول مع بعض. من أهم الخدمات الغير مالية اللي احنا حريصين على ان احنا نقدمها ان احنا نعمل إتاحة فرصة لأصحاب المشروعات عشان أوصل المنتج بتاعه لمرحلة التصدير، وإحنا في هذه الحالة أكيد هنكون على استعداد للتعاون مع الكثير من الشباب والشابات من حصلوا على شهادة أخصائي التصدير. عايزين نستفيد بخبراتكم. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أهمية تعزيز قدرات بعض الأقاليم والتي تضم عدة محافظات وتتمتع بطبيعة جغرافية خاصة واحتياجات اقتصادية متكاملة. تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الوزارة والبنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروعي تنقية المياه بمصرف كاتشنز. تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة رفقة المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق منطقة أرويسات بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالمنطقة. وأكد المحافظ ومدير الصندوق اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمراني متكامل شامل كافة المرافق والخدمات. أطلق مجموعة من الشباب في محافظة الشرقية مبادرة للقضاء على المخلفات بأنواعها، وذلك من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة. المزيد في سياق التقرير التالي. من بين المشكلات المستعصية التي تواجه المواطنين، قرر شباب محافظة الشرقية تغيير الواقع من خلال إطلاق مبادرة للقضاء على المشاكل المجتمعية وعلى رأسها النظافة. ففي قرية من الصفور التابعة لمركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية والتي تبعد عن مدينة الزقازيق بنحو 30 كيلومترا، قرر مجموعة شبابية من أهالي القرية القضاء على المخلفات بأنواعها، سواء المنزلية أو الزراعية وحتى مخلفات البناء، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة. اشتغلنا على اعمال تدوير الخردة والمخلفات في ان احنا نعمل منها منتجات صديقة للبيئة. طبعا اللي اشتغلنا على نفسنا كفريق عمل متكامل، بدأنا ان احنا نحول المنتجات بمراحل معينة ادت ان احنا نعمل منتج صديق للبيئة بتكلفة أقل من التكلفة المعتادة. طبعا المخلفات بتشمل مخلفات معمارية، مخلفات المنازل، اشتغلنا على أكثر من نوع من المخلفات، وبدأ الفريق يعني يتدرب بشكل كافي إن إزاي نحول هذه الخردة والمخلفات إلى أعمال صديقة للبيئة، أعمال نقدر إن شاء الله بعد كده إحنا ننافس بها في السوق بإذن الله. ومن خلال تلك المبادرة اكتسب الشباب مهارات لتحويل المخلفات إلى صخور صناعية ولوحات فنية وألعاب للأطفال وغيرها من المنتجات قبل طرحها في الأسواق بأسعار رمزية. حضرتك احنا بنجمع المخلفات بنفرزها، بنطلع منها الكمامة اللي هي اللي طبعا اللي مش هتصلح لأي شيء، بنجمعها في شكاير وبنعملها بسلك رباط وبنطلع منها صخور صناعية. والخشب طبعا بنجيب الخشب بنطلع منه، بنعمل منه حوائط للجناين وبنعمل منه زهريات ورد شكلها جميل جدا. احنا حضرتك بنجيب مخلفات المعمار، تمام، بنستخدمها مثلا في تحديد الجناين كمشاية كمحدد لظهور، تمام. ممكن نجيب الخشب القديم برضه من مخلفات المعمار نستخدمه مثلا في نعمل بيه فازات ورد، تمام، لعب اطفال، طيارات، حاجات ديكوريه شكلها جميل بسعر مناسب. يعني كان فكرنا في عمان كشباب بيبقى اتجاهنا اكتر للتجاره، فبدانا كمان ان احنا نتطور شويه نخش في الفكر الصناعي. وبدا اللي كمان في حاجه مهمه جدا ان الاستاذ اصلا علمنا ان احنا يعني نخدم البيئه، ازاي نحول منتجات مثلا كانت هتضر بالبيئه لمنتجات مهمه جدا ممكن تساعد على تطور البيئه. ويطمح الشباب في تعميم مبادرتهم بمحافظه الشرقيه ومساعدتهم على تحقيق اهدافها لخدمه المجتمع والبيئه من جهه، والمساعده في القضاء على البطاله وتشغيل الشباب من جهه اخرى. أكد وزير الداخلية محمود توفيق استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني لأجهزة الشرطة الصومالية. وخلال استقباله وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أبو بكر، شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أجهزة المعلومات للعمل على تقويض المخططات الإجرامية والإرهابية والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب وزير الأمن الصومالي عن اعتزازه بدور مصر الريادي في القارة الإفريقية، متطلعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الشرطية الصومالية. هذا وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرارا خفيفا على ملعب استاد 11 نوفمبر بأنجولا استعدادا لمواجهة نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي غدا ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين في مقابل 4 نقاط للفريق الأنجولي. يشهد استاد الإسماعيلية أعمال تطوير شاملة تضم الملاعب والمدرجات وغرف اللاعبين وكاميرات المراقبة والبث التلفزيوني وأنظمة الحريق، وذلك استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بالتزامن مع ذلك تشهد مدينة الإسماعيلية أعمال تجميل ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين. القرعة حدد ميعادها في شهر ابريل، يعني ممكن على سفح الهرم، ممكن في محاولات انها تبقى في الاقصر بين المعابد. اعتقد دي المهندس هاني بالتنسيق مع السيد وزير الشباب والرياضه ووزير السياحه هيحددوا المكان، لكن لغايه ما انا بكلمك كده هو الهرم، اعتقد على سفح الهرم. المجموعه اللي هتيجي اسمها هنرحب باي حد، يعني اي حد، اي مجموعات، عفوا اي منتخبات هتيجي تشرف مجموعه اسماعيليه، اهلا وسهلا بيهم. حتى دور ال 16 اسماعيليه تقريبا من الاستادات اللي هتستضيف دور ال 16 بعد دوري المجموعات. وزي ما حضرتك تفضلتي وشفتي اسماعيليه فيها اوتيلات يعني على اعلى مستوى، ونالت اعجاب مسؤولي الكاف لما جم وشافوا الملاعب. الحمد لله اسماعيليه فيها اكتر من ملعب جاهز لاستضافه الحدث. بدانا دلوقتي نشتغل في المدرجات الدرجه الثانيه زي ما حضرتك شايفه، تمام، واشتغلنا برضو في الدرجه الاولى والفي اي بي والمقصوره. الدرجه الثانيه فيها تطوير يعتبر بنسبه 100%، احنا وصلنا لتقريبا 60% منها. تطوير الحمامات والكراسي بنطورها، بنعيد دهانات تاني، شغل الكريتال دهانات كريتال كلها تاني، تمام. السلالم الهروب بتتعمل عشان موضوع السيفتي، اللجنه المنظمه طبعا شديده على موضوع السيفتي جدا. الدرجه الاولى ابتدينا فيها برضو شغل، بنسبه حوالي 40%، برضه من تطوير حمامات وتطوير غرف اللجنه المنظمه. احنا هنظبط المفروض شغل السيس تي في، كاميرات المراقبه والساوند سيستم في المكان والبث التلفزيوني، وفي شغل اللايتنج، وفي حاجات لازم تحصل مور سيفتي للناس، فهيتعمل فاير فايتنج سيستم وفاير الارم سيستم كامل للمكان لاحتماليه حدوث اي حريق. فده ان شاء الله يعني هيتم في اسرع وقت، في مشروع مضغوط لمده شهرين. ومن شغل المساحه بتاعتنا تحديد اللوكيشن بالنسبه للمدرج او او المناسيب، ارتفاع او انخفاض، بالنسبه لارضيه الملعب انها تكون متساويه، بالنسبه للدرج او السلالم او الحمامات انها تكون متناسقه مع بعضها في المسافات. تأهلت اللاعبتان نور الشربيني ونور الطيب إلى نهائي بطولة العالم للسكواش، والتي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 من فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري، لتضمن بذلك مصر تحقيق اللقب. وجاء تأهل نور الشربيني المصنفة الثانية بعد تغلبه على المصنفة الخامسة الفرنسية كاميلا سيرم ب3 أشواط لشوطين، كما جاء تأهل نور الطيب المصنفة الثالثة بعد تغلبها على رنيم الوريلي والمصنفة الأولى ب3 أشواط لشوطين. ينتظر عشاق الدوري الإيطالي قمة يوفنتوس ونابولي غدا في إطار الجولة 26 من الدوري الإيطالي، وينفرد يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب المسابقة هذا الموسم برصيد 69 نقطة، بينما يعد نابولي أقرب المنافسين بفارق 13 نقطة. يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم في مباراة الكلاسيكو الثانية خلال 4 أيام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني. وحال نجاح برشلونة في الفوز بكلاسيكو اليوم ستكون المرة الأولى له منذ 87 عاما، والتي يتقدم فيها في عدد الانتصارات على ريال مدريد. يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على ايفرتون غدا على ملعب جودسون بارك، وذلك في اطار منافسات الجوله 29 من الدوري الانجليزي، كما يلعب غدا بولهام امام تشيلسي، واتفورد امام ليستر سيتي. ختام هذه النشرة والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى إفريقيا. الصحة تعنف إحصاء أكثر من 31 مليون مواطن بالحملة الرئاسية 100 مليون صحة. وزير خارجية البحرين يؤكد أن قطر لم تعدل من سياستها الداعمة للإرهاب. انتهت النشرة الإخبارية، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.